مرحبا، أهلا وسهلا بكم في الأسبوع الخامس للدورة التعليمية الدراسة في ألمانيا والتي تتناسب الدراسة في الجامعات الألمانية. في هذا الأسبوع سنتكلم عن التعبيرات والمصطلحات التي لا تتعامل مباشرة مع دراستكم ولكن في الحياة اليومية للطالب. يحتاج الطلاب للسكن ولتناول الطعام، وهم محتاجون كذلك للمتابعة والعناية والإشراف أيضا. ولتسهيل حياة الطلاب يوجد مطعم الطلبة الجامعي ودائرة شؤون الطلبة والمشرفين، وبشكل خاص للطلبة الأجانب يوجد هناك التعليم المتبادل للطلبة. سنقوم في هذا الأسبوع بتوضيح كل هذه الأمور والعديد من الأسئلة وغيرها، ونتمنى لكم جميعا أن تقضوا وقتا ممتعا.